طنط حضرتك بتعملي ايه هنا؟ مفيش ولا حاجة. طب وبتدوري على ايه؟ ويا ترى بقى اللي بتدوري عليه لقيتيه؟ ملكة سلمى قلقانة كده ليه؟ انت مخبية حاجة عليا؟ انا مش فاهمة حضرتك تقصدي ايه. انت فاهمة كويس قوي انا اقصد ايه. مش من حق حضرتك تدخلي اوضتي وتفتشي فيها. عندك حق، انا غلطانة جدا اني دخلت الاوضة وانت مش موجودة. بس ليه انت قلقانة قوي كده يا سلمى؟ مخبية حاجة عليا؟ وبعدين مين قالك ان انا كنت بدور على حاجة تخصك؟ مش يمكن بدور على حاجة تخص ابني فؤاد؟ انا وفؤاد واحد والاوضة دي بتاعتي. لا، انت وفؤاد اتنين، عمركم ما هتبقوا واحد. وفؤاد ده ابني الوحيد اللي ضيعت كل عمري علشان. وبعدين خوفك وقلقك ده ما بيساويش حاجة عندي غير حاجة واحدة بس، انك مخبية علي حاجة وانا مسيري هعرفها. وسعي. يا فؤاد، انا واخده منك نص الوحدات اللي عندك تقريبا. ده نص الموسم. اولا انت مش واخدها نص الموسم، ثانيا انت ما ردكيش يعني انك تخسريني. وانت بتخسري يا فؤاد. ستي قولي الله اكبر، ما هو قرك ده اللي بيجيبنا ورا. ابعتي بس حد يشوف الوحدات ويشوف الخدمات اللي ناقصه ايه واللي انتوا محتاجينها، وبعد كده نبقى نتكلم في السعر يا ستي. الو، انت فين؟ ما بتردش عليا ليه؟ ما سمعتوش والله. انت فين؟ طيب انا جايه لك حالا.